أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إنها خاصرة سوريا الجنوبية وخزانها الاقتصادي، تنفض اليوم غبار الإرهاب عنها. بهمة جيشنا الباسل عادت محافظة درعا إلى حضن الوطن، وبالتزامن مع هذه الانتصارات هناك جهد حكومي لإعادة الحياة لهذه المحافظة الخيرة، حيث ورشات الصيانة وفتح الطرقات والبدء بتأهيل المناطق التي تضررت بفعل الإرهاب، تمهيدا لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم بعد أن ذاقوا الأمرين من هذا الإرهاب الأسود. فأي إجراءات اتخذت كأولويات على أرض الواقع؟ وما هو الواقع الخدمي والمعيشي والإنساني في محافظة درعا بعد 8 سنوات من الحرب؟ هذا ما نبحثه في حلقة اليوم من المواطن والمسؤول مع ضيوفنا الكرام. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بالأستاذ محمد خير أبو زيد، أمين عام محافظة درعا. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. وأيضا معنا الأستاذ رياض شتاوي عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. طبعا هذه العودة المباركة لمحافظة درعا إلى حضن الوطن هي عنوان حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا، وبإمكانكم متابعتنا من خلال خدمة البث الحي على موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون www.ortas.gov.sy وعلى صفحة البرنامج المواطن المسؤول على الفيسبوك. في البداية طبعا أستاذ محمد، يا ريت تضعنا بصورة عامة عن واقع محافظة درعا الآن بعد تحررها من الإرهاب. إن شاء الله. أسعد الله أوقاتكم جميعا وأوقات السادة المشاهدين. من جديد استطاعت أن تتحرر المحافظة بفضل تلك التوجيهات. عودة إلى حضن الوطن تعني الكثير، تعني الحالة الجيدة، حالة الارتياح اللي عم يشعرها المواطنين هناك حاليا. أستاذ رياض، يعني إضافة إلى كون حضرتك عضو في مجلس الشعب، أيضا كنت عضو في لجنة المصالحة وتابعنا إلى أي مدى كان لهذه المصالحات دور كبير يعني أيضا في محافظة درعا، لكن في وقت من الأوقات كانت حتى هذه المهمة شبه مستحيلة أو صعبة، لأنكم تعرضتم أو تعرض حتى أفراد هذه اللجان إلى الكثير من التهديدات، وكما تفضل أستاذ محمد حتى لموضوع التصفية وغير ذلك. طبعا صباح الخير، صباح الخير لجميع الأخوة المواطنين. محافظة درعا ليس فقط خزان اقتصادي لدمشق وأيضا لكل المحافظات السورية، وليس فقط منطقة هامة يعني كحالة يعني تعود إلى حضن الوطن، هي أيضا هامة جغرافيا بحسب موقعها، وبالتالي كما تفضلت يعني هذه الخطط العسكرية التي وضعت كانت مهمة جدا لتقهقر الإرهاب وتعنته، وبالتالي فعلا فرض عليه المصالحات لبعض الأماكن. الآن يعني أستاذ محمد، هل هناك تقييم لحجم الأضرار التي طال المؤسسات الحكومية، لا سيما أنه كما نعلم أن بداية شرارة الأزمة للأسف كانت في محافظة درعا، ونتذكر كيف تم حرق القصر العدلي وأيضا مؤسسات حكومية أخرى؟ تتالت ترتفق ذلك بكثير. يعني كما تفضلت إذن أرقام كبيرة جدا حجم الأضرار في محافظة درعا والقرى المحيطة أيضا. التي استطعنا أن نرصدها حتى الآن. إذن فبالتالي يعني هناك تكلفة كبيرة، لكن دائما الشعور اللي شوية بيعطينا التفاؤل أنه يعني عودة البشر هي أهم من عودة الحجر، فبالتالي قادرين على إصلاح كل ما تضرر إن شاء الله. بعد إعادة الحياة يستطيع البشر أن يبنوا وأن أكيد أهل درعا الكرام وسهل حوران الخير والمعطاء يستحق أن يعود إلى الخير طبعًا من جديد. شو رأيك بالتقرير اللي شفناه أستاذ؟ طبعا هذا واقع أهل حوران، يعني أهل حوران هم دائما مع الوطن ومع قائد الوطن. حقيقة يعني الآن ملفات كثيرة أمامنا الآن، يعني حقيقة عادت درعا، لكن هناك العديد من الملفات كما تفضلت حضرتك في البداية، سواء موضوع البنى التحتية، موضوع يعني المصالحات التي يتم إنجازها تباعا. الآن ملف التسويات، إلى أين وصلنا في هذا الملف وما استطعنا إنجازه من خلاله؟ طبعا سأبدأ بالجواب. كانت التسويات هي مهم واهتمام، حتى أن هناك في عفو عام من السيد، عفو من السيد الرئيس. حقيقة أستاذ محمد، يعني تحدثنا في البداية بشكل عام عن عودة الحياة إلى درعا، وبالتالي هناك المرافق العامة والخدمات العامة التي يجب أن تؤمن حاليا والتي طالتها يد الإرهاب، سواء كان الصرف الصحي، المياه، شبكات الكهرباء وغيرها. أين وصل العمل الآن في هذا الملف؟ ويتعرض للأذى بشكل يومي
أو يعني بمعظم الأوقات إلى القضاء، وكانت درعا أول محافظة يتم تطبيق هذا الموضوع فيها، وتم حرق كل الملفات والقصر العدلي للأسف بشكل كامل. صحيح، فهذا كان مخططهم وهذا كانت برامجهم، ينفذوها بالحرف كما أمليت عليهم. أو دل على شيء هذا الموضوع، فهو يدل على إرادة السوريين الحقيقية بالحياة وبالاستمرار. لكن الإرادة المستمرة والإرادة الصامدة. عندما نعود إلى ملف يعني البنى التحتية حاليا وأهم كما أسلفنا شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه، يعني ما هو العمل والجهد المطلوب حاليا بعودة الأهالي أيضا؟ الجهد كثيف وكثيف جدا. ايضا يعني بعد التنسيق والتواصل مع الوزارات المعنيه من خلال خططهم الاسعافيه، درعا خزانا اقتصاديا هاما، هي ايضا يعني للمنتجات الزراعيه واحده من اهم المحافظات التي تقدم محاصيل استراتيجيه لسوريا وليس فقط للداخل وايضا للتصدير. ماذا عن الحاله الزراعيه الان في محافظه درعا للوقوف على هذا الجانب والواقع الزراعي والمحاصيل والانتاج؟ اسمحوا لنا أن نستقبل اتصال الأستاذ المهندس عبد الفتاح الرحال، مدير زراعة درعا. مرحبا وأهلا بك أستاذ عبد الفتاح. مساء الخير، تحياتي لك ولكافة المشاهدين ولضيوفك الكرام. حقيقة هؤلاء الرجال يعني الاثنان الجنود المجهولين في محافظة درعا في مجال الخدمات، حيث قدموا من خلال توجيهات السيد محافظ درعا كل وتوجيهات الحكومة كل الدعم للأخوة المواطنين في مجال الإغاثة وكذلك في مجال المصالحة الوطنية. نعم. تقديم الدعم للأخوة الفلاحين المهجرين بكافة المحافظة وعلى الفور. نعم. أستاذ عبد الفتاح، يعني في البداية ريت تضعنا بصورة واقع المحاصيل الزراعية حاليا والتسهيلات التي تقدم لعودة دورة الحياة زراعيا لهذه المحافظة. تمام. طبعا الرحمة للشهداء ومبروك لسوريا انتصاراتها ولقائد الوطن في مجال قطاع الزراعة. محافظة درعا حقيقة هي من المحافظات الرائدة في القطاع الزراعي، وهي تعتبر الخزان الخلفي لمحافظة دمشق، وهي يعني تغص في كافة الزراعات الخضار إن كانت الصيفية أو الشتوية، صحيح، حيث تقدم هناك كافة المحاصيل للأخوة المواطنين. الحقيقة مديرية الزراعة والقطاع الزراعي يتأثر في أثناء تلك الفترة بكباقي القطاعات، ولكنه بقي مستمر وبقي الأخوة الفلاحين متشبثين كالأشجار في الأرض، وتمت وبقيت عمليات الزراعة مستمرة. الواقع الزراعي في محافظة درعا الحقيقة هو واقع جيد ومأمول ومبشر في خير. هناك لدينا خطط واعدة حقيقة في مجال الزراعة بعد انتصارات الجيش العربي السوري على كافة قطاع المحافظة، إن كان من خلال تقديم الدعم للأخوة الفلاحين، تأمين مستلزمات الإنتاج، وكذلك تأمين النصح والإرشاد. نعم، الحقيقة يعني بضرب الإرهاب لهذه المحافظة، يعني هل نستطيع القول أن هناك أراضي تضررت، محاصيل زراعية تضررت، وبالتالي يعني خلينا نقول أيضا أراضي خرجت عن الخدمة وتقديم هذه المحاصيل؟ الحقيقة أنا كما ذكرت أن هناك قطاع الزراعة تأثر كباقي القطاعات، ولكن بقي واجدهم في المناطق الآمنة، وكذلك حتى كانت الحكومة تقدم المواد والمحروقات في بعض المناطق غير الآمنة وخارج عن السيطرة لقطاع الزراعة، فقطاع الزراعة استمر بالرغم من كل الظروف. وهناك توجه حكومي ومن خلال زيارة السيد من اللجنة الحكومية والوزارية التي قامت بزيارة المحافظة وتوجيهات السيد وزير الزراعة لزراعة كل شبر في المحافظة، فنحن هناك لدينا خطط واعدة إن شاء الله لتقديم كافة الخدمات، تنفيذ الخطة الزراعية، زراعة كل شبر من درعا، إعادة زراعة الأشجار. هناك كمان خطة جيدة لإصلاح الآبار في منطقة البادية ومنطقة الحزام الأخضر لتقديم المياه للثروة الحيوانية وكذلك الحزام الأخضر والأشجار. بالنسبة لواقع الزراعي بالحبوب في محافظة درعا، كان في هذا الموسم هناك موسم جيد، كان إنتاج متوقع بحدود 30,000 طن من القمح المروي، حيث كانت خطة محافظة درعا 1300 هكتار قمح مروي، تم تنفيذ 86% من الخطة، وكذلك 73,200 هكتار بعل قمح بعل، تم تنفيذ 75%
بالمية من الخطة. تم توريد كمية كبيرة من الحبوب حتى تاريخه إلى مؤسسة إكثار بذور إكثار البذار وكذلك الحبوب بحدود 18,000 طن من المتوقع 30,000 طن. نعمل إن شاء الله أن تكون الكميات المسوقة كما كذلك حتى نهاية الموسم تفوق المتوقع ويكون إنتاج جيد. حقيقة يعني هذا الكلام مبشر بالخير. نتمنى فعلا التعافي السريع لمحافظة درعا على كافة المستويات. شكرا كثير لاتصالك ووجودك معنا الأستاذ المهندس عبد الفتاح الرحال مدير زراعة محافظة درعا. يعني هذا الكلام فعلا الجميل والمبشر، كما قلنا هي خزان زراعي واقتصادي هام جدا. أيضا جغرافيا كما تحدثنا، يعني موقع درعا حدوديا هو هام جدا، معبر نصيب وإعادة فتحه الآن وبالتالي انسياب البضائع التجارية هي نقطة جدا هامة نستطيع الحديث عنها، وإلى مدى يعني قادرين فعلا الاعتبار أنه يعني حالة الأزمة وإغلاق هذا المعبر خلينا نقول يعني أصبح قرب قوسين أو أدنى من فتحه. شكل فيما سبق معبر نصيب الشريان الرئيسي. نعم. والحمد لله وإن شاء الله تبقى كذلك. يعني مثل ما تابعنا موضوع انسياب دعني أقول الحركة التجارية أو عودة المنتجات الزراعية، يعني يدل على شيء، يدل على تعافي أيضا إن شاء الله في الاقتصاد السوري قريبا. لكن أيضا هناك جهود على المستوى المجتمع المحلي حقيقة أستاذ رياض، يعني هناك جهد إنساني من حيث العمل الإغاثي، وحضرتك ليس فقط يعني عضو مجلس شعب وأيضا بلجنة المصالحة، حضرتك منسق لدائرة العلاقات العامة في بطركية الروم الأرثوذكس، ومنذ بداية الحرب لم تتوانى أيضا عن تقديم المساعدات. دعنا نتحدث عن الجانب الإنساني والإغاثي في هذه الحرب. طبعا تأسست دائرة العلاقات المسكونية كل هذا الكلام فعلا أكدت عليه الحرب ونتاج الحرب، أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان أولا وأخيرا، وبالتالي قادرين إن شاء الله من خلال المجتمع الأهلي وأيضا العمل الحكومي لعودة خلينا الاستثمار الحقيقي في الإنسان والتنمية المستدامة فيه. خلينا أيضا نتحدث عن الواقع الصحي الموجود حاليا في محافظة درعا، وللوقوف على هذا الواقع معنا عبر الهاتف الدكتور أشرف برمو مدير صحة درعا. أهلا ومرحبا بك. اهلا سلامات، الله يعطيك العافيه، وشكرا لضيوفك الكرام المهندس رياض الشتاوي عضو مجلس الشعب والامين العام لمحافظه درعا محمد خير ابو زين. اهلا وسهلا فيك دكتور. يا ريت في البدايه تضعنا في صوره الواقع الصحي والطبي سواء من حيث التجهيزات الطبيه، ونحن نعلم ان الارهاب ايضا قد طال العديد من المراكز الصحيه والمستشفيات في محافظه درعا. طبعا شيء اكيد، احنا حاليا يعني بحاله تعافي كبير بالنسبه للقطاع الصحي بمحافظه درعا. نعم. خصوصا بعد دخول معظم ارجاء المحافظه لحضن الوطن وسيطره الدوله. المراكز الصحية طبعا عندنا موجود، احنا مراكز صحية مدمرة بشكل كامل، عندنا مجموع المراكز الموزعة على جغرافية المحافظة تقريبا هي حوالي 97 مركز صحي وست مشافي. حاليا في عندنا احنا 25 مستوصف او مركز صحي مدمرة، في عندنا 97 ما تبقى منها موجود داخل ضمن المحافظة بأضرار مادية مختلفة، واللي احنا مشكلين حاليا في مديرية الصحة في لجان هندسية ولجان فنية ولجان طبية بتكشف على واقع المستوصفات وبتقيم لنا اياها من حيث الاضرار، اذا كانت اضرار كبيرة او اضرار خفيفة. الاضرار الخفيفة عم نعمل بالجاهدين بوضعها تحت الخدمة، حتى حاليا الان تم وضع عدة مراكز بالخدمة وبالعمل. بالنسبة نعم. للمشافي حاليا احنا دخل عندنا مشفى بصرة صار تحت الخدمة، مشفى طفس صار تحت الخدمة، مشفى نو حاليا بالخدمة وعم نرفضه بالكوادر الطبية المتوفرة لدينا وبالمواد الطبية والمستلزمات الطبية. يعطيكم ألف عافية أكيد على هذه الجهود الكبيرة، لكن بشكل عام هناك أيضا نقطة جدا هامة، موضوع حملات اللقاح وأيضا الرعاية الطبية سواء كان للأطفال وغيرهم. الآن هل هناك معوقات لإيصال اللقاح للأطفال درعا حاليا؟ نحن من بداية الأزمة كان عندنا في بالمحافظة مراكزنا الصحية كلها أغلبها كانت تعمل بشكل جزئي بالنسبة للقاح ورعاية الحوامل، وبعد حاليا احنا عندنا فرق جوالة عم تطلع على جميع المناطق
بعربات صحية متنقلة وعيادات متنقلة. تحمل في جعبتها هذه العربات مواد طبية، لقاحات، مواد تغذية لسوء التغذية عند الأطفال، وشغالين شغالين شغالين كلياتها بهذه العيادات ببرنامج يومي بدون توقف حتى بأيام العطل السبت والجمعة. هذه العيادات المتنقلة عم تطلع على المناطق وعم بتقدم الرعاية الصحية وبتقدم اللقاحات لجميع الأطفال والمواطنين. حاليا احنا حاليا 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 هذا متوجهين لمنطقة حوض اليرموك بعد دخول الجيش والقوات الرديفة لهذه المناطق وتطهيرها. نحن مباشرة دخلنا بعد ما سمحنا القوات الجيش والقوات الرديفة، دخلنا بعدها مباشرة للقرى وعم نقدم خدمات واستجابات وإغاثية كليات لهذه المنطقة، من لقاحات، من أدوية، من مواد إسعافية بواسطة العيادات المتنقلة والفرق الجوالة والفريق الاستجابة بمنظومة الإسعاف والطوارئ. نحن بنتمنى التوفيق لهذه الأعمال الكبيرة والجهود الخيرة اللي عم تقوموا فيها. يعطيكم ألف عافية دكتور أشرف برمو مدير صحة درعا، شكرا جزيلا لاتصالك. الحقيقة يعني هذا على المستوى الحكومي وكل القطاعات الحكومية، سواء كان كهرباء، مياه، صرف صحي، صحة، وأيضا تعليم أكيد بعودة المدارس وغيره من الخدمات الكثيرة التي تقدمها الحكومة. لكن بالنسبة لحالة الأفراد والأضرار التي طالت المواطنين، ما هي آلية موضوع التعويضات التي يعني سيستحقوها هؤلاء المواطنين وآليات يعني توزيع هذه التعويضات؟ ايضا اذا سمحت لي باضافه بسيطه، منذ وقبل بدء العمليات لعنه من حيث موضوع الافران وعدد المخابز ايضا واقع التمويني، والحمد لله معظم المواد متوفره وبجهود متواصله ولم تنقطع المحافظه عن اي شيء. هل هناك تاخير بموضوع التمويل فبالتالي نشهد توقف لهذه الاعمال؟ لا نتوقع اي تاخير، ولا على مدار سنوات الازمه كامله لم يتم تاخير اي دفعه. يعني ايضا استاذ رياض، تحدثنا عن الواقع الاغاثي في المحافظه وبشكل عام الواقع الانساني فيها. الان هناك دور كبير للمغتربين السوريين، ونحن نعرف قد ايه في عدد كبير من المغتربين في محافظه درعا الان، ونحن مقبلون وبدأنا حقيقة بمرحلة إعادة أعمار سوريا. ما هي الكلمة التي توجهها للمغتربين في الخارج؟ طبعا سوريا بحاجة، نحن مقبلون على استحقاق دستوري هام جدا وهي انتخابات الإدارة المحلية، وبالتالي أيضا لمحافظة درعا نصيب في هذا الموضوع كما بقية المحافظات السورية. كيف يتم العمل حاليا على اختيار الأشخاص المناسبين ليمثلوا محافظة درعا في المجالس المحلية؟ منذ تاريخ القيام بها. نعم، الحقيقة يعني عودة درعا إلى حضن الوطن حدث هام جدا، تحدثنا فيه عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية وأيضا في مرحلة إعادة الأعمار وغيرها من الحالات الصحية والتعليمية. كلمات أخيرة نتوجه فيها للمشاهدين، ماذا نستطيع أن نقول؟ يعني أنا بدي أكمل ما حكى الأستاذ محمد، نتمنى أن يتم اختيار الأستاذ محمد. التحية، كل التحية والحب لقواتنا المسلحة ولتضحياتهم الكبيرة. يعني لحضرتك أيضا في هذه الحلقة حاولنا أن نجمل العديد من الملفات، وإن شاء الله نكون توفقنا في هذا الموضوع، سواء كان حالة البنى التحتية أيضا والصحة والزراعة وغيرها. أنا بدي أتشكر حضوركم معنا في ختام حلقة اليوم من المواطن والمسؤول، الأستاذ محمد خير أبو زيد أمين عام محافظة درعا. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. شكرا لاستقبالكم. أهلا وسهلا فيك، وشكرا لاهتمامكم بكافة الملفات المطروحة، وحقيقة تحتاج إلى الوقت لهذه أيضا يعني العجالة خلينا نقول بالحديث عنها. الأستاذ رياض شتاوي عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا، أهلا وسهلا فيك، نورتنا. شكرا لكم، شكرا للتلفزيون العربي السوري والجنود المجهولين على الأرض والواقع اللي تابعوا العمليات العسكرية. بالشكر اللي كانوا معنا عبر الهاتف الأستاذ المهندس عبد الفتاح الرحال مدير الزراعة في محافظة درعا، والدكتور أشرف برمو مدير الصحة في محافظة درعا، والشكر الموصول لكم مشاهدين على متابعتكم. دمتم ودامت سوريا بألف خير، وإلى اللقاء.